صباح الخير متابعي طقس العرب، نستعرض وإياكم تفاصيل الحلقة الجوية المتوقعة على المملكة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين. تبقى المملكة تحت تأثير رياح غربية رطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، تدفع بكميات من الغيوم المنخفضة باتجاه عموم مناطق المملكة، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات الأمطار على المنطقة الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية. نستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على العاصمة عمان بإذن الله خلال ساعات نهار اليوم الاثنين، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار خلال فترات متباعدة بإذن الله، مع طقس غالبا غائم وبارد بشكل لافت، حوالي 7 درجات مئوية كحرارة عظمى، مع 3 درجات مئوية كحرارة ملموسة، وأيضا نسب رطوبة عالية حوالي 98%. ننتقل وياكم لتفاصيل الحالة الجوية في باقي محافظات المملكة بإذن الله. نبدأ من المنطقة الشمالية، كما ذكرنا تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات الأمطار على المنطقة الشمالية، مع طقس بارد بشكل لافت حوالي 9 درجات مئوية فقط في مدينة إربد، 7 درجات مئوية في كل من عجلون وجرش، 8 درجات مئوية في المفرق. ننتقل وياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية على المنطقة الوسطى، أيضا تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات الأمطار في العاصمة عمان حوالي 7 درجات مئوية، نفس الحرارة حوالي 7 درجات مئوية أيضا بمدينة السلط، 8 درجات مئوية في كل من الزرقاء ومأدبة، 14 درجة مئوية في البحر الميت. ننتقل إلى المنطقة الجنوبية حيث يكون الطقس بارد بشكل لافت في مدينة الكرك، حوالي 5 درجات مئوية فقط كحرارة عظمى، درجتين مئويتين فقط كحرارة دنيا، مع فرصة لهطول زخات الأمطار، 7 درجات مئوية فقط في الطفيلة والشراء، 8 درجات مئوية في معان. يكون الطقس مستقر في مدينة العقبة مع درجة حرارة حوالي 19 درجة مئوية. ننتقل إلى المنطقة الشرقية حيث تبقى الفرصة أيضا مهيئة لهطول زخات الأمطار في كل من الرويشد الصفاوي والأزرق، حوالي 11 درجة مئوية كحرارة عظمى في كل من الرويشد والصفاوي، 4 درجات مئوية كحرارة دنيا، 13 درجة مئوية في الأزرق، حرارة دنيا حوالي 6 درجات مئوية. كتوصيات للحالة الجوية التي تتأثر فيها المملكة، يوصى بالانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وأيضا بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة في المناطق الجبلية العالية، أيضا نوصي بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في مثل هذه الأجواء الباردة، أيضا القيادة بحذر في الأجواء الماطرة لتجنب الانزلاق لا سمح الله في الطرقات. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة، إلى اللقاء.